عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حوتة معمرة في الفران بطريقة سهلة ومبسطة وضيقة كتوجد عندي هنايا. حوتة تقدروا نتوما تستعملوا اي نوع ديال الحوت متوفر عندكم. خديتها هكا غسلتها مزيان وخليتها حتى قطرات وشردتها هكا بالموس. خديت هنايا كمية ديال القزبر والمعدنوس، درت معها 10 ديال الدروس ديال التومة، طحنتهم في الهاشوار. وخديت هنايا مطيشة اللي قطعتها هكا دوائر، واحد شوية ديال اليازير، وعندي هنايا نص كاس مخلط ما بين زيت الزيتون والزيت العادي. وغادي نحتاج كذلك كمية ديال الرز اللي سلقتها كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي معزول حبة حبة، ما كيجيش نهائيا معجن، وهذا غير الرز العادي ماشي الرز بسماتي، ورغم ذلك ما كيجيش معجن. فايت ليا شاركت معكم الطريقه ديال الطياب ديالو كيفاش كندير ليه في القناه. صافي، خديت هنايا المول اللي كيدخل الفران، فرشت ليه هكا مطيشه من الجوانب، ما درتهاش نهائيا في الوسط، درتها غير في الجوانب فقط. غادي ناخذ داك الكميه ديال القزبر والمعدنوس اللي طحنتها مع الدروس ديال الثومه، غادي نضيف عليهم نص معلقه كبيره ديال التحميره ونص معلقه كبيره ديال الكمون، وغادي نضيف نص معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، وغادي نضيف ربع معلقه كبيره ديال البزار. دائما البزار كيبقى على حسب الذوق، وتقدروا تضيفوا الهريسه حتى هي. انا لظروف صحيه ما درتهاش، اكتفيت غير بالابزار فقط. وغادي نضيف كميه ديال الملحه حتى هي كتبقى على حسب الذوق. وضروري من ربع كاس ديال الحامض، الا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بالخل ديال الحامض. وغادي نضيف داك نص كاس ديال الزيت اللي خلطته بين زيت الزيتون والزيت العادي. صافي، خديت ديك العطريه مع داك القزبر والمعدنوس والثومه، خلطتهم كلشي مزيان، وغادي نحاول نلبس ديك الحوته بهذيك العطريه مزيان، ونحاول ندخلها في الاماكن اللي كتكون مشرطه بحال هكا باش كتشرب لنا ديك العطريه وكتجي بنينه في الطياب. والعطريه اللي شطت ليا قسمتها على جوج كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ كميه منها غادي نخلطو مع الرز، والكميه الاخرى اللي بقات ليا غادي نخليها حتى نديرها مع البطاطا. صافي، غادي ناخذ داك الرز غادي نخلطو مزيان مع ديك العطريه والقزبر والمعدنوس والثومه، وغادي نعمر به الحوته ديالي مزيان من الداخل. من بعد ما عمرتها كامله مزيان سديتها هكا غير بالكيغدون، نتوما تقدروا تخيطوها الا بغيتوا، انا فضلت ندير لها غير هكا غير باش ما تحلش ليا في الطياب وصافي. اما بالنسبه للعطريه اللي بقات ليا زدت ليها شويه ديال الماء، غادي نخليها على جنب. غادي نرجع للحوته ديالي، غادي ندير عليها مطيشه دوائر اللي كنت خليت في الاول حيت ما درتهاش كامله، درت غير النصف ديال الكميه والنصف خليته للتزيين. ومن طبيعه الحال الحامض دوائر اللي ضروري، راكم عارفين الحوت كيبغي الحامض. وخديت ديك البطاطا، انا بالنسبه ليا درت ليها نص سلقه، ما سلقتهاش بزاف، سلقتها غير شويه تقريبا واحد المده ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق، حيت كنت زربانه بالغدا، داكشي علاش درت ليها نص سلقه باش دغيا طيب ليا. نتوما الا ما كنتوش زربانين بها ديروها غير هكاك خضره، راه دغيا كطيب، ما كتاخذش كاع بزاف ديال الوقت خصوصا الا قطعتوها رقيقه. صافي، غادي نستفها هكا في الجوانب، وانتم تقدروا تزينوها بالطريقه اللي بغيتوا. صافي، والعطريه اللي بقات ليا خويتها هكا من الفوق. ومن طبيعه الحال ضفت هنايا العروشه ديال اليازر اللي كيعطي واحد النكهه رائعه بزاف خصوصا في الحوت. ومن طبيعة الحال ضروري فلفلة حارة، انا قطعتها غير من الجريدة عندي،
درت غير جوجات، غادي نغسلهم وغادي نديرهم من الفوق. صافي، من بعد ما كملت الطبق ديالي غادي نغطيه هكا بورق الطبخ. انا بالنسبه ليا ما غاديش نستعمل الالومنيوم نهائيا، راكم عارفين انه ماشي صحي، داكشي علاش استعملت غير ورق الطبخ وحاولت نضبلو تقريبا 3 ديال المرات باش ما تحرقش ليا الحوته من الفوق وما طيبش ليا من الداخل. في هذه الاثناء راني دايره الفران كيسخن على درجه الحراره 300، شعل عليه لتحت والفوق. صافي، غادي ندخل ليه اللاطه ديالي ونخليها حتى كطيب. وهذه هي الحوته ديالي من بعد ما طابت، كتجي رائعه بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه اللي شاركت معكم، وكيف ما كتشوفوا معايا فما فيهاش بزاف ديال التعقيدات ودغيا كتوجد. وكذلك الرز اللي لداخل راه كيجي طايب مزيان وما كيتعجنش نهائيا كيف ما كتشوفوا معايا، كيبقى معزول حبه حبه. كنتمنى ان هذه الوصفه اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم والجيم ديالكم حيت كيهموني بزاف. وشكرا بزاف للبنات اللي كيسولوني على الغياب ديالي وكيصيفطوا لي الميساجات ديالهم في الانستغرام، انا راه كنجاوب البنات كاملين اللي كيصيفطوا لي الميساجات ديالهم. ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا معنا للقناه، ونخليكم ونتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله مع وصفات جديده. شكرا لكم على المتابعه.